لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو المركز العراقي لتدقيق جرائم الحرب عمر الفرحان. أهلا بكم سيد عمر. أهلا وسهلا بك. وفقا لمنظمة الأمم المتحدة فإن هناك موجة نزوح عكسي للمخيمات في عدة مناطق بالعراق، ما هي أسباب ذلك برأيكم؟ نعم، لقد أكدنا مرارا وتكرارا أن إذا ما قامت الحكومة الحالية بتوفير الأمن وبتوفير أبسط مقومة الحياة لهؤلاء العائدين من المناطق نزوحهم فإنهم سيلجؤون مرة أخرى إلى مناطق نزوح أخرى غير التي كانوا عليها، وبالتالي ستكون هناك مآسي أكبر من مآساة الرجوع ومآساة النزوح مرة ثانية، حيث أن هذه الأعداد الكبيرة تزداد يوما بعد يوم بسبب الإهمال الحكومي المتعمد لهذه المناطق وبسبب المضايقات الحكومية من الأجهزة الأمنية على هؤلاء المدنيين بفرض الأساوات وبسيطرة بعض الأجهزة الأمنية على بيوتات ومناطق وأراضي هؤلاء المدنيين، وبالتالي يعجز هؤلاء المدنيون إلى أن يقوموا بدورهم اليومي وشبه الاعتيادي في هذه المناطق، وما يضطرهم إلى النزوح مرة أخرى، وتتحمل المسؤولية كاملة هذه الحكومة والأجهزة الأمنية والحكومات المحلية في المحافظات التي تنزح منها المدنيون مرة أخرى. بطبيعة الحال فإن هذه الإجراءات في رمتها هي انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان تتبعها الحكومة في عملية ممنهجة ضد أبناء هذه المناطق وضد أبناء العراق كافة حقيقة. يعني الآن الحال في الوسط وجنوب العراق وشمال العراق هو الحال نفسه لكل المواطنين الذين يتجرعون السم ويتجرعون الموت يوميا جراء الأوامر الحكومية. في هذا السياق بحديثكم عن هذه الانتهاكات الإنسانية، هناك كذلك انتهاكات اقتصادية وفساد على الرغم من أموال إعادة الإعمار التي تلقتها الحكومة. هنالك المنظمة الدولية للإغاثة مثلا تقول أن أكثر من 5 ملايين عراقي مشرد في الداخل. ما مدى إمكانية تضع مثل هذه المنظمات الدولية تضع نوع من الرقابة على الأموال الموجهة لصالح النازحين للتأكد من أنها ستصل للنازحين؟ لا توجد هناك رقابة لهذه المنظمات على الحكومة، بالعكس لأن بعض المنظمات الدولية ويعني لا ضير أن نذكرها حتى المنظمة الأمم المتحدة فيها كثير من شبه الفساد مع الحكومة الحالية، وبالتالي بعض المنظمات الحكومية هي شريكة في الفساد في العراق وتتعامل مباشرة بشكل رسمي مع الحكومة، وإذا ما كانت هناك رقابة حقيقية فأين تذهب هذه أموال المنظمات الدولية لبناء وإنشاء مدن وإنشاء البنى التحتية وتوفير الخدمات؟ يعني منذ عام 2003 المنظمات الدولية تضخ المبالغ المالية وتضخ بمجهوداتها، ولكن عندما نأتي إلى الواقع فإنه تحت الصفر ما تقوله هذه المنظمات من أنها باشرت بالأعمال الإنسانية وباشرت بالأعمال للبناء وباشرت ببناء المجتمعات من جديد، فكله حبر على ورق. فإذا المنظمات هذه هي شريكة أساس في الفساد الذي تقوم به الحكومة الحالية، وأنها كانت رقابة ومسؤولية وجهة تحاسب هذه المنظمات، فالمفروض أن تكون ما بعد كل مشروع هناك. أشكرك جزيل الشكر عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.